لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الاقتصادي ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم حمودي. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بك. كيف تقيمون تعاطي الحكومة ومجلس النواب مع موازنة 2019 في ظل تصريحات من بعض النواب بأن هناك تخبط ورؤية غير واضحة في التعامل مع هذه الموازنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الموازنة تشكل الشريان الأبهر للبناء التنموي لأي بلد معين. نعم. لكن العراق بصورته الحالية وبما شاع عنه من فساد عارم امتد إلى مختلف جوانب الحياة، جاءت صورته بهذه الموازنة التي لم يكترث بها مطلقا إلى أي جو تنموي ممكن أن ينهض بالعراق ويعيده إلى طبيعته السابقة، بل أن الصراعات التي تتوالى بين النواب وبين الجهاز التنفيذي للدولة يعبر بشكل لا شك فيه أن هذه الموازنة تفتقر إلى أي توجه من شأنه أن يحقق للعراق تطلعا تنمويا سليما، حيث أن هذه الموازنة بكل ما تراه منها تنطوي على أكثر من 60 إلى 70% الجوانب التشغيلية والتي تشكل الرواتب والأجور والمكافآت وغيرها أكثر مما ينبغي أن يتوجه إلى الجانب الاستثماري. في هذا السياق يعني بحديثكم عن هذه النقطة، بعض النواب في كردستان العراق يرون أن حصتهم في الموازنة مجحفة، برأيك على أي أساس تم توزيع حصص المحافظات في موازنة 2019؟ الحقيقة لم ترتكن الدولة في إعداد الموازنة إلى أي فكر أو بناء تنموي وتطويري، وإنما شكلت كما أشرت الجوانب التشغيلية فيها، أي المصروفات التشغيلية والتي تعبر عن الرواتب والأجور، مبالغ هائلة بحيث وصلت إلى أكثر من 60 إلى 70%، وهذا في الواقع ينغص قدرة العراق على أي تطور ممكن أن يكون عليه في المرحلة اللاحقة. ولذلك نجد أن الصراعات ما بين مختلف الجهات بما فيها الإقليم الكردستاني، لأن كل منهم يريد أن يستحوذ على مبالغ كبيرة لمصلحته الخاصة. نعم. ولم تتجه أي توجهات ذات أبعاد استثمارية للنهوض بالجانب الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي وإلى آخره من المتطلبات التي يمكن أن تنهض بالعراق وتحقق لشعبه المستلزمات الأساسية والضرورية والتي تكمن في الخدمات. نعم. الحديث عن هذه الخدمات ربما يقودنا إلى البصرة، كيف تقيمون حصة البصرة في هذه الموازنة خاصة وأنها الداعم الرئيس للاقتصاد العراقي؟ البصرة بالحقيقة تشكل العنصر الأساسي في موازنة الدولة، وقد تصل إلى أكثر من 90% في تحقيق الموازنة، إلا أنها حرمت من أبسط الخدمات بما فيها الماء والكهرباء والصحة والتعليم وإلى آخره، ولم تحظى البصرة مطلقا على أي توجه من الدولة في تحقيق أهداف شعبها وتحقيق المتطلبات التي يراها البصريون هي من المهام الأساسية لهم في تحقيق أهدافهم وإشباع حاجاتهم
وتوفير مستلزمات حياتهم الأساسية. لذلك بات من الضروري أن يعاد النظر في هذه الموازنة وأن تؤخذ بنظر الاعتبار تقليص كبير وكبير في الرواتب التي تمنح إلى الرئاسات الثلاث والتي هي استحوذت على حصة الأسد في الموازنات المختلفة منذ الاحتلال في 2003 وإلى حد هذا اليوم. ربما هذا تفضل دكتور. لذلك نجد أن الصراعات محتدمة بينهم نتيجة رغبات كل منهم على تحقيق أهداف الشخصية وليست أهداف الشعب التنموية. ربما نفس إصلاحي صرحت به لجنة الخدمات النيابية في هذا الصدد وقالت إنها تسعى لتفكيك مافيات الفساد كما وصفتها في المؤسسات الحكومية. ما مدى جدية هذه المساعي للقضاء على الفساد؟ لا يبدو هناك أي توجه جدي في تحقيق هدف الإصلاح والقضاء على الفساد، لأن الفساد يبدأ بالرواتب والمخصصات الكبيرة التي يتقاضاها النواب والأجهزة التنفيذية والمستشارين وكل الرئاسات الثلاث. نجد أنهم يستحوذون على حصص كبيرة في موازنات العراق منذ الاحتلال ولحد الآن، ولذلك يتهافتون على الوصول إلى هذه المواقع لأغراض إشباع حاجاتهم الشخصية وليست الحاجات العامة التي يتطلبها الشعب من الخدمات العامة والخدمات الاجتماعية. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي دكتور خضير كاظم الحمودي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.